من طالبة تبحث عن عمل إلى ملكة الأردن الملكة رانيا. كيف تزوجها الملك عبد الله أصغر ملكة متوجة حتى الآن؟ فمن هي الملكة رانيا التي شغلت قلوب الكثيرين؟ ولدت رانيا فيصل صدق الياسين في 31 من أغسطس من عام 1970، وهي ذات أصول فلسطينية وولدت في الكويت ودرست في المرحلة الابتدائية والثانوية في مدرسة نيو إنجليش سكول في مدينة الكويت. بسبب حرب الخليج عام 1991 أجبرت العائلة على النزوح من الكويت مثل أي عائلة فلسطينية وقتها، ولذلك أكملت رانيا دراستها الجامعية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصلت على شهادة في إدارة الأعمال. والدها كان يعمل طبيبا للأطفال في إحدى مستشفيات الكويت، والذي ينحدر من أصول فلسطينية من مدينة طولكرم بالضفة الغربية. تركت العائلة الضفة الغربية بعد هزيمة الجيش الأردني عام 1967، وبعدها احتلت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية. والدتها ربة منزل هي إلهام علي إبراهيم راسخ من نابلس. لدى الملكة رانيا أخوات هي الوسطى، من بينهم أختها دينا الياسين وهي أكبر منها بثلاثة أعوام، ولدى الأختين أخ اسمه مجدي الياسين أصغر من الملكة رانيا بعام. بعد حصولها على البكالوريوس انتقلت العائلة إلى الأردن حيث استقرت هناك، وعملت بعد تخرجها في فرع سيتي بانك الأردنية قبل أن تنتقل للعمل في شركة أبل للحاسبات الآلية. كانت تعمل في قسم التسويق وعملت هناك لفترة قصيرة من الوقت. ولم تكن الشابة الجميلة الطموحة تعرف أن حياتها ستتغير إلى الأبد بعد عشاء عمل عادي حضرته. ففي يناير من عام 1993 كانت رانيا تحضر عشاء عمل مع أحد زملاء عملها في شركة أبل، وكان الحفل تنظمه أخت الأمير عبد الله الثاني، وكان الملك الحسين حاضرا أيضا حفل العشاء. وقد يبدو الأمر كقصة خيالية حرفيا، وهو في الحقيقة كذلك، حيث تبادل الأمير الشاب والشابة الجميلة النظرات خلال الحفل ووقعا في الحب على الفور. وفي كتابه فرصتنا الأخيرة يروي الملك عبد الله الثاني كيف أعجب برانيا وذكائها وشخصيتها في هذا الحفل، حتى أنه كان يتصل بها في مكان عملها وكان يرسل إليها الزهور والشوكولا. وعلى نفس الخطى أعلنت خطوبتهما رسميا بعد شهرين فقط من لقائهما الأول. وهكذا بعد أقل من 6 شهور على اللقاء الأول، وفي يونيو من عام 1993 تمت مراسم الزفاف. كانت في 23 حينما تزوجت بالملك عبد الله الذي كان يبلغ وقتها 31 عاما. دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأنها أصغر ملكة متوجة حتى الآن. كان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي، فبعد عقد القران جال العروسان في شوارع عمان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب. ارتدى عبد الله بدلته العسكرية لأنه في ذلك الوقت كان يشغل منصب نائب قائد قوات النخبة، في حين ارتدت رانيا فستانا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد. رافق العروس 5 فتيات صغيرات كوصيفات حملن باقات من الورود الصفراء والبيضاء. أما كعكة العرس فكانت متعددة الطوابق، كل طابق على شكل غرفة مستطيلة مزين بالتيجان. بشكل مفاجئ وفي يناير من عام 1999 وقبل وفاة الملك الحسين، قام بتغيير وريث الملك ليصبح هو الملك عبد الله الثاني، وذلك بعد رفض الأمير حسن أخ الأمير عبد الله كوارث للعرش، ليصبح الأمير عبد الله الثاني ملكا على البلاد، وتكون الملكة رانيا بعمر 28 ملكة الأردن. وأنجب 4 أبناء هم الأمير الحسين، ولي العهد، الأميرة إيمان، الأميرة سلمى، الأمير هاشم. وبعد أن أصبحت السيدة الأولى وملكة الأردن بدأت نشاطها وبدأت تهتم بالشؤون الوطنية مثل البيئة والصحة والشباب، اختيرت من ضمن أقوى 100 سيدة على مستوى العالم نظرا لجهودها في التعليم وإتاحة التعليم النوعي للجميع. أسست في عام 1995 مؤسسة نهر الأردن لتشجيع العائلات الأردنية ذات الدخل المنخفض على المشاركة في المشروعات الصغيرة، كما تترأس المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يهدف إلى تحسين ونوعية الحياة لجميع العائلات الأردنية. كما أنها أسست مركز الملكة رانيا للريادة وتهدف إلى توفير الدعم الاقتصادي للباحثين والمشاريع الناشئة. وأطلقت في عمان عام 2014 مؤسسة إدراك للتعليم عبر الإنترنت من منطلق حرصها على توفير أفضل فرص العمل للشباب العربي، فقامت بتأسيس هذه المبادرة لتقديم مسارات تعليمية توعوية لهم من أجل تحسين مستقبلهم.
خصصت وقتا كبير لارتقاء التعليم من أجل مستقبل أفضل للأطفال الأردنيين، ومن أبرز مشروعاتها هو مشروع مدرستي الذي انطلق عام 2008 لتأهيل 500 مدرسة حكومية أردنية بشراكة بين القطاع العام والخاص، ولها جائزة باسمها للتميز التربوي، كما أن لها عدد متنوع من الأدوار والمناصب العالمية التي تقوم بها بجانب مناصبها القومية. لها مؤلفات عديدة، منها مبادلة الشطائر وهبة الملك والجمال الدائم، وجاءت الملكة رانيا في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أجمل نساء العالم التي أطلقتها هيئة الإذاعة البريطانية، كما تصنف بأنها الأكثر تأثيراً ونشاطاً في العالم وفق المعهد الأمريكي Digital Political Council، كما لقبتها مجلة فوربوس الأمريكية بأنها ملكة الإعلام الاجتماعي عام 2011، حيث يتابعها على تويتر أكثر من 10 ملايين متابع، ولها 113 ألف مشترك على اليوتيوب، ويتابعها على صفحة الفيسبوك الخاص بها 17 مليون متابع. تشتهر الملكة رانيا بأناقتها، فقد احتلت المركز الثاني في المنافسة على لقب أكثر النساء أناقة لعام 2011، حين احتلت كيت ميدلتون المرتبة الأولى بفارق 730 صوتاً فقط، كما احتلت المركز الأول لأشهر السيدات الأوليات وأكثرهن تأثيراً في العالم. فهي أكثر من مجرد ملكة، فهي تمتلك ذكاءً حاداً وجمالاً استثنائياً أهلها لأن تحتل مكاناً دائماً ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر نفوذاً في العالم، والتي تعدها مجلة فوربوس الشهيرة. إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متع عقلك عبر رابط ألفا لايك في الوصف أسفل الفيديو.